في إطار الاحتفال باليوم العالمي للطفل، المتحف المصري في التحرير نظم سلسلة فعاليات ضمن برنامج تعليمي خاص لأطفال المدارس، وده لتعزيز معرفتهم بتاريخهم وحضارتهم وكمان دعم القيم الإيجابية لدى الأطفال. أكيد خلينا نعرف أكتر عن الحدث من الأستاذة صباح شبيب، كبير أمناء المتحف المصري بالتحرير. صباح الخير عليك يا أستاذة. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على كل مصر. صباح النور. لما نيجي نتكلم عن تفاصيل البرنامج التعليمي اللي نظمه المتحف في إطار الاحتفال باليوم العالمي للطفل، أهم الفعاليات والأنشطة اللي تم تنظيمها. صباح الخير طبعا على كل مصر، والمتحف المصري دايما بيحتفل بالمناسبات العامة كلها مش في الطفولة بس. المتحف المصري دايما بينظم دورات للأطفال الصغيرين وحتى الأطفال المعاقين، مجموعة من الزيارات لتوعية طبعا عن حضارة مصر وتاريخها، بيجوا مجموعات طبعا عشان المدارس، طبعا العدد بيبقى قليل في الأيام العادية، لكن في أيام الأجازات طبعا العدد بيكون أكبر. أيضا في تنظيم لبعض ورش العمل اللي بيكون فيه زي كده رسم وتلوين لبعض المناظر الحضارية. كمان عندنا قطع من المتحف برضو بيرسموها وبيلونوها، وبيقوموا بالتوعية بعض المسابقات بتعملها طبعا الفريق المختص بالأطفال عندنا في اللي هو التربية المتحفية الموجودة في المتحف المصري. وعندنا كمان متحف الطفل موجود في الناحية الغربية من المتحف، مجموعة كبيرة من نماذج الآثار اللي موجودة في مصر كلها مش في المتحف بس، بيقوموا بتوعية المجموعة أو الفريق الموجود عندنا بيقوم بتوعية الأطفال عن كل القطع والآثار المهمة الموجودة في مصر، وخلفية كبيرة جدا عن الحضارة المصرية وبعض العادات والثقافات اللي كانت موجودة في الفترات دي. كمان أحيانا بيعملوا زي احتفالات، بيلبسوهم طبعا لبس فرعوني وبيقوموا بالجولات داخل المتحف. أحيانا بيقدموا بعض الهدايا للزوار، يعني حاجات كده ظريفة يعني. باستمرار بتعمل طبعا احتفاليات، وعيد الطفولة كان 20 نوفمبر طيب من كل طيب عام. باستمرار بتعملوا احتفالات وندوات بهذا الشكل أو فعاليات بهذا الشكل، هل شكلها بيختلف من سنة لسنة أو إيه الجديد السنة دي؟ طبعا شكلها بيختلف من سنة لسنة. السنة دي أنا قدمت محاضرة عن الطفولة في مصر القديمة، وطبعا عندنا فكرة راديو المتحف اللي هي اتعملت مؤخرا، عملنا برضو فويس، أنا عملت فويس عن الطفولة، وكل سنة طبعا في جديد. وعندنا طبعا مدير المتحف دكتور علي طبعا بيشجع كل الأنشطة الجديدة، ودايما بيستحدث في الأساليب، ودايما بيشجع حتى الزملاء إن احنا نبتكر ونبتدع في كل الأفكار اللي موجودة حوالينا كمان يعني. أكيد. طيب أبرز القطع الأثرية اللي ممكن تكون معروضة واللي بتوصل الرسالة المطلوبة للأطفال، حضرتك قلتي إن في مكان مخصص في المتحف كمتحف للطفل. عندنا متحف طبعا خاص بالطفل بس، وده طبعا لما بتيجي الأطفال من المدارس بالتعاون طبعا مع الفريق اللي عندنا بتيجي مجموعات. من أهم القطع طبعا عندنا حاجة كده نموذج لأبو الهول، عندنا نموذج لحجر رشيد، عندنا نماذج لموميا إزاي التحنيط كان بيتم، عندنا حاجات كتير وأفكار كتير عن الثقافات والحضارة اللي كانت موجودة طبعا في بلدنا يعني. النموذج المومياء ده بيبقى شكله ازاي؟ يعني بتعرضوا لهم فيديو ولا ممكن يعملوا حاجه محاكاه شبه الموجود انهم يستخدموا ايديهم بحيث ان التجربه تبقى راسخه في ذهنهم اكتر؟ هو احنا عندنا نموذج لموميا طبعا صناعي. طبعا بيشرحوا لهم عشان ما يخافوش طبعا. بنقول محاكاه طبعا. محاكاه طبعا. وبيفهموهم طبعا، بصراحه الاجيال الجديده غيرنا خالص، يمكن احنا كنا بنترعب لكن هم جاهزين تماما، ما فيش مشاكل يعني. فشكل الموميا طبعا بيقولوا لهم بيتعمل ايه كان في الموميا، ادوات التحنيط والمواد والحاجات كلها كانت بتستخدم، والفريق بيمثل لهم الشكل اللي كان موجود وبعض المعبودات اللي كانت بتبقى موجوده اثناء التحنيط. يعني شغل بيديهم مخ وانترستنج كتير يعني. جميل جدا. هل بيبقى عندهم اسئله او استفسارات؟ يعني نسبه التفاعل عامله ازاي؟ هل حضرتك شايفه ان عندهم شغف عشان يعرفوا اكتر عن حضارتهم وتاريخهم؟ مجموعه كبيره منهم بيبقى عندهم شغف طبعا، لان المواضيع اصلا مثيره للكبار وللصغيرين. بس دلوقتي الاطفال عندهم وعي اكتر من زمان يعني، لان طبعا النت عامل ثقافه سريعه يعني، بيبداوا بسرعه الفكر والاسئله طبعا المهمه، وبيبقوا عايزين يعرفوا اكتر اكتر يعني. والحضاره المصريه دايما فيها شغف لاي حد بصراحه يعني. بيبقى عندهم اسئله بقى واستفسارات اكيد.
طبعا بيبقوا نتهم دافين بعضهم اللي ذكائهم عالي شويه بيسالوا تفاصيل كبيره يعني زي شخص كبير. فطبعا الفريق عندنا بيرد عليهم طبعا بنبقى سعداء طبعا بانهم عندهم وعي اكثر وثقافه اكثر ومتابعين طبعا الاحداث اللي بتحصل في الاخبار عن كل الانشطه مثلا اللي بتحصل في المتحف المصري. اكيد. طيب المتحف ازاي قام بتسليط الضوء على حياه الطفل في الحضاره المصريه القديمه وده خلال الجولات الارشاديه جوه المتحف؟ احنا عندنا طبعا مجموعه كبيره من الالعاب اللي موجوده في المتحف. من خلال الالعاب بيبقى في ثقافه داخل اللعبه، يعني المصري القديم كان بيصنع اللعبه ووراها عقيده او فكر مرتبط بالعادات والتقاليد والدين كمان عند المصري القديم، فكانت الفكره بتوصل من خلال اللعبه في المراحل كمان الاولى. يعني مثلا عندنا لعبه مثلا اسمها الشخشيخه او السيستروم، دي كانت خاصه بالمعبوده حتحور، فدي استخدمتها لما المعبوده حتحور كانت بتعتني دي المعبود حورس اللي هو ابن المعبوده ايزيس في الاسطوره الشهيره جدا طبعا ايزيس واوزوريس. فبتوصل من خلال اللعبه الفكره ان حتحور وقفت جنب ايزيس وايزيس كانت بتدور على زوجها، الوفاء والاخلاص والصداقه والتعاون، يعني افكار كتير من الحاجات الجميله اللي بقت نادره دلوقتي طبعا في المجتمع يعني. طيب الصفات اللي حضرتك ذكرتيها دلوقتي اي فئه عمريه من الاطفال بتستوعبها؟ من اول كده اعدادي مثلا بنلاقيهم فاهمين يعني، وممكن قبل كده بعض الاطفال مش كله. لكن بيبقى في طبعا العاب، احنا كمان في العاب هم ومسابقات بيعملوها الفريق عندنا بيشجعوا فكر وعلى انهم يبقى عندهم فكره. وفيها فئات عمريه مختلفه في الفعاليات دي بيكونوا موجودين؟ كتير كتير، حتى من ذوي الاعاقه، لان برضو كان اليوم العالمي للمعاق 3 ديسمبر اللي فات ده، فطبعا بيتيجي لنا مجموعه كبيره من الاعاقات الذهنيه او الجسديه، كمان بيعملوا لهم دورات وداخل المتحف وعلى قدر الامكان بيوصلوا لهم بعض المعلومات وبيقدموا لهم بعض الحاجات المسليه طبعا اللي يقدروا يستوعبوها. طبعا متحف الطفل واحد من اهم وسائل التعليم للاطفال في المتحف المصري في التحرير، ازاي نقدر نقول انه بيساهم في تعزيز التفاعل التعليمي لدى الاطفال؟ يعني في ويب سايت مثلا يكون الاطفال متابعينها بحيث انهم يجوا يقدروا يبقوا شايفين اللي موجود ويتابعوه ويشتركوا فيه حتى لو عن بعد لبعد المسافه مثلا، لان في طبعا اطفال بتبقى موجوده في الاقاليم وفي المحافظات المختلفه ويمكن في القاهره نفسها الاماكن ممكن تكون بعيده عنهم. طبعا احنا عندنا الصفحه الرسميه للمتحف بتنزل عليها جميع الانشطه، غير ان في طبعا تعامل مع المدارس، تواصل باستمرار من فريق العمل بيقولوا لهم احنا عندنا النهارده ورشه او الاسبوع ده في ورشه خاصه بالاطفال، هنتعلم عن طريق الصلصال، عن طريق الرسم، عن طريق التلوين، عن طريق مسابقات، فبنتواصل طبعا مع المدارس وبييجوا يجيبوا الاطفال معاهم عدد معين وبتقدم لهم طبعا كل الوسائل اللي تخليهم يستمتعوا حتى كمان بتواجدهم جوه المتحف. اكيد. كل الشكر ليكي الاستاذه صباح شبيب كبير امناء المتحف المصري بالتحرير، شكرا جزيلا ليكي.